أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت، اليوم السبت 7 من كانون الثاني 2023. يسعدني أن أرحب معي في هذه الحلقة بضيوفي في الاستوديو بالمحامي شربل شرفان المستشار القانوني لنقابة المالكين. أهلا وسهلا فيك أستاذ شربل، والدكتور محمد بلوضة المحامي والأستاذ الجامعي اللي رح يكون عنده مطالعة بموضوع قانون الإيجارات. وأيضا أرحب بضيفي عبر زوم الصحافي محمود فقيه، الصحافي في جريدة النهار. أهلا وسهلا فيك أيضا محمود. هذه الحلقة ستكون مخصصة للنقاش بموضوع قانون الإيجارات اليوم، من على من يقع الغبن، على المالكين أو على المستأجرين القدامى بعدما تم إصدار قانون الإيجارات عام 2014؟ هل تحرر العقود في عام 2023 أو تحرر في عام 2026؟ لأنه القانون ينص على أنه بعد 9 سنوات من إصدار القانون يتم تحريره، مع التذكير أنه عام 2017 جرى تعديل هذا القانون وأقر من جديد. هذا الجدل وهذا النقاش مع ضيوفي. اسمحوا لي أن أبدأ مع محمود فقيه الصحافي في جريدة النهار. محمود، كان عندك مقال قبل أسابيع في جريدة النهار عنوانه تسونامي زلزال الليرة، أيار المقبل قد يحرر عقود الإيجارات القديمة والمستأجرون يطعنون. حاولت التواصل مع لجنة الإدارة والعدل اللي هي معنية بمناقشة هذا الموضوع، شو كان الجواب؟ أنا تواصلت مع النائبة غادة أيوب لكونها هي عضوة بلجنة الإدارة والعدل وسألتها، فبتقلي انه ما ناقشوا، يعني ما تم من لما تشكلت اللجنه بالبرلمان ما تم مناقشه هذا الموضوع، قد ايه هو جدي وقد ايه هو يعني لازم، حق السكن هو مقدس بالدستور اللبناني، ولكن ما رجعوا ما اطلعوا عليه، بل رفعوا تقرير له بيتعلق بالايجارات الغير سكنيه بالمحلات. انا بدي اقول لك شغله حليمه، قانون الايجارات هيدا اللي عم نناقشه اليوم، ما تحرك البرلمان اللبناني بال2013 قبل اقراره بال2014 لو لم يكن هناك، اسمعيني، نساء لمسؤولين، يعني زوجات مسؤولين ورئيس طيار ونائب وشريكه مستشار اليوم اصبح سابق، واحزاب طائفيه موجوده في البرلمان أخذت واشترت عقارات وأبني فيها مستأجرين قدامى في بيروت وفي المناطق، وكانت بتتهرب أنه تدفع لهم بدل الإخلاء، ودفعت المجلس النواب إلى إقرار هذا القانون. يعني هذا البرلمان لأقر هذا القانون لا كرمة لعيون المستأجر ولا كرمة لعيون المالك، هي بسبب مصالح شخصية حتى ما يدفعوا بدل الإخلاء. قالوا أنه هو هناك صندوق وهما كانوا يبتوا بأي جدل وبأي خلاف دستوري، واليوم بعد 6 سنين أو بعد 9 سنين ما حدا استفاد من الصندوق، لا المستأجر أخذ بدل إخلاء ولا المالك أخذ استفاد من الصندوق عبر ما نص عليه القانون من تصاعد، من بدل المثل التصاعدي اللي ممكن يصير بعد 6 سنين هو البدل المثل الفعلي. محمود، أنا اللي بقول لك نعم. نعم، كان في استثناءات ايضا بناء على عدد من السياسيين شو كان بدهم، فيك تخبرنا عن هذه الاستثناءات؟ صحيح. تصوري انه بعد النواب، في منهم هلا صاروا نواب سابقين بطلوا بالبرلمان اللبناني، بعد النواب مستاجرين فيلات، عملوا القانون انه يستثني هذه الفيلات حسب مواصفات الفيلا اللي بيقعدوا فيها، ولكن الفقيه المعطر يعني ما آخر همهم صراحة. صور هيدا هو عقل المافيا، عقل السمسرة، عقل ما آخر همه اللبناني، همهم جيابهم وهمهم كيف هن يحافظوا على مصالحهم. هذا هو مثل اللي بيقولوا الاستثناء من الفيلات الصغيرة، إيه لأنه بعض النواب موجودين بفيلات صغيرة، الأماكن الفخمة، المباني الفخمة كمان كان إلى بعض المعايير وبعض الاستثناءات. هذا القانون انفصل حسب ما هني بدهم لحتى يتنصلوا من أنه يدفعوا للمستأجر بدل الإخلاء، واليوم رايحة على المستأجر ورايحة على المالك للأسف. نعم. اثنين مظلومين في هذا القانون، ويبقى حق السكن هو الحق المهدور في هذه الدولة اللبنانية. صحيح. ابقى معي محمود. أستاذ شربل شرفان، حضرتك المستشار القانوني لنقابة المالكين، شو رأيك باللي قاله محمود؟ يعني أول شيء منحييكم ومنتشكركم ومنحيي الأستاذ محمود، إلا أنه بس يعني بدي استغرب، يعني أنا شغلة صغيرة،
المالك صار له 70 سنة في قوانين استثنائية دعست له على حق الملكية يلي هو كمان مقدس بموجب الدستور ومواثيق الدولية لحقوق الإنسان. يعني ما فينا نقول حق السكن وحق الملكية، لا، اثنيناتهم حق، كل واحد منهم حق دستوري بدنا نحترمهم. اثنين، الأستاذ فقيه وقت عم بيقول إنه في مؤامرة كونية، دائما نحن اللبنانيين بنحب نظرية المؤامرة، طالما عم بيقول الأستاذ فقيه إنه في مؤامرة أدت إلى صدور قانون الإيجارات يلي ذكر مثل ما تفضل وقال أكيد على زمته إنه في بعض النواب والمستشارين، وقصد بالشكل اللي صدر، خليه يفرجينا أرقام العقارات اللي اشتروها وفيها مستأجرين قدامها، هي من ناحية. من ناحية تانية، لو هالكلام اللي عم بيتفضل فيه مزبوط كانوا مشيوا اللجان، مش إنه بعدنا صارلنا سنتين ومن 2019 بتموز 2019 أنشئت اللجان القضائية لتبت بطلبات المستأجرين وتحدد مين بيستفيد من الصندوق ومين لا. هيدي اللجان بعدها أنشئت على الورق، ولكن وبلشوا تقديم الطلبات قدامها بأقلام اللجنة واللجان، ولكن بعد لم تبت بأي طلب. إذا مزبوط هالقد في ناس قوية وراء صدور قانون الإيجارات وفي مصالح مثل ما عم بيقول الأستاذ، كان مشيت القصة مثل ما بيقولوا مثل المي، وما كان في صار أي شيء، ما كان طلع عنا ناس عارضوا تطبيق القانون وتمردوا. يعني أول مرة منشوفها صراحة بالعالم، يعني ظاهرة كونية هي تدرس بالجامعة إنه مواطن يتمرد على تطبيق قانون. طب اليوم أنتوا كمالكين تعتبرون، طيب أنتوا اليوم تعتبرون التقصير ممن؟ هل هو من الدولة التي لا تطبق القانون أو من المستأجر؟ وأنتوا بتعتبروا، يعني أنا لا أبرر هذا الأمر، ولكن أنتوا بتوصفوا المستأجر بأنه يحتل هذه المنازل. طبعا لقلك ليه. أول شيء أكيد التقصير من الدولة، لأنه الدولة اللبنانية عودتنا كل ما يصير حرب، كل ما يصير مجاعة، كل ما يصير جراد، بعد شوي رح يكون المالك صلب المسيح من 2000 سنة، رح يحملونا تبعات النزاع العربي الإسرائيلي وهلأ كمان الحرب الأوكرانية الروسية. كل ما يصير أي كارثة وأوبئة ومجاعات بحملوا المالك التبعة، يعني بحملوا حق السكن. أستاذ محمود، أنا بحب أقول لك شغلة، المجلس الدستوري بقراره بسنة 2014 قال حق السكن مقدس وهو حق دستوري، إلا أنه على الدولة تأمنه مش على المالك. أنا كمالك مواطن مثل المستأجر اللي حق بالمساواة معه على قدم وساق مثله بالقانون، نفس الشيء مثل أسنان المشط. هيدي الشغلة دولة مفروض تأمن حق السكن عبر إنشاء مجمعات سكنية، عبر إنشاء منازل، عبر أي يمكن ما سمعت إقرار الإيجار التملكي. أنت أخذت، يعني أخذت إنه حديثي هو مؤامرة كونية، وأنا ما حكيت بمؤامرة كونية. لا، أنا عم وصف بتقول حضرتك إنه في مصالح اللي بنعيشوا فيها كمالكين هي نفس المظلومية اللي بيعيشوا فيها كمستأجرين. مش مظبوط، مش مظبوط بالمعيار، اثنيناتكم مظلومين، بس انتوا ما بتحبوا الواحد يشوف بعينتين، بدكم ايانا تشوف بعين واحدة. يا استاذ محمود، بس اسمح لي بس فسر لك كمان للرأي العام كمان يتنور، اصلا الرأي العام صار فيه يعني وعي شوي بهذا الموضوع. هلا نحن يعني انا بالدرجة الاولى اليوم مش جاي احكي قانون، هلا بنرجع مع الدكتور بنحكي بقانون بسياق الحلقة. انا بدي احكي انسانيا، أنا بدي فرجيك كمان، دايماً بصير يقولوا لنا أحدهم طلع جمعة الماضي قال وين في بعد أجارات ب50,000؟ هودي عروض فعلية وإيداعات، أنا مخبى الأسماء احتراماً للأشخاص ولمن شهر بحداً. هودي عينة بيطلعوا لهم حوالي 50 عرض فعلي وإيداع من مستأجرين بيعطينهم لمالكين. هيدا مأجور بمنطقة الحدث يلي هي ضيعتي، 4 سنين بعت له مليونين على إيجار 4 سنوات، بعت له 2,576,000، يعني بالسنة 644,000، ما توازي 14 دولار، يعني بالشهر $1 شهريا. حضرتك بتقدر تاكل بدولار وفاصلة واحد بالشهر؟ هيدا واحد تاني. هيدا هو ذاته مصور مثلا، يعني انت برايك انه هذا القطاع يجب ان ينظم؟ شغله ثانيه، اسمعني اسمح لي بس خلينا، هيدا بالمصيدبه، هيدا بالمصيدبه حد مازن هون مش بعيد عن التلفزيون، وبتعرفوا المنطقه هون انه منطقه مرتبه، باعت الاجار عن 2022 و23 980,000 عن سنتين،
بيعملوا يعني 490 ألف بالسنة، ما يعادل 11 دولار سنويا، يعني 0.9 دولار بالشهر. هيدا الألم حقه دولار ونص أستاذ محمود. أجار بيت شهري هيدا القلم سعره أكثر منه. رح تابع مع حضرتك. خليهم لسياق الحلقة. رح نحكي عنهم. عنا بفردان 1,500,000 مقابل كمالكين لما بتسعروا لو سمحت بألف دولار بظل الوضع الاقتصادي الموجود. هلا رح نحكي عن الإيجارات الجديدة. ما بتحكي هيك أستاذ محمود. رح نتابع بهيدا الموضوع. أنا رجاء أنا ما بدي فوت معك بسجال، لأنه أنا وياك بالنتيجة في احترام متبادل. حضرتك صحافي وانا بقدم. رح نتابع معك استاذ شرفان. رح نتابع لو سمحت. عم جيب لك وقائع وعم جيب لك مستندات. استاذ شرفان احكي معي لو سمحت. عم نحكي باردون، عم نحكي عن القانون القديم هلا عجيب. رح نتابع هيدا الموضوع مع حضرتك ومع محمود، بس خلينا نحكي الدكتور محمد بلوضه المحامي والاستاذ الجامعي. نظرتك لهذا الواقع بين المالك والمستأجر اليوم، من المظلوم؟ على من يقع الظلم؟ على المستأجر اللي حقه أن يجد سكن وأنه تأمنه الدولة اللبنانية، أو على المالك يلي كمان حقه أن يسترجع أو يستفيد من أملاكه؟ أول شيء نعاد عليكم جميعا، كل سنة أنتم بخير، ونحن أصلا متفقين أنا وأستاذ شابل ونطلع بحلقة نوعية طبعا على طول مع حدا. أول شيء نحن متفقين على شغلة أنه الدولة هي القاسم المشترك تبع مشاكلنا كلها، لا المالك ولا المستأجر الحق عليه. في دولة غايبة عن السماع، استقالت عن واجباتها، وضعت المالك والمستأجر بوجه بعضهم، واليوم عم يتخبطوا بالقضاء بظل عجز القضاء عن تفسير القانون. استاذ شابل بيعرف انه في غرف الاستئناف كل واحد عم يطلع اجتهاد، ما في توحيد للاجتهادات، ما في توحيد لقراءة القانون. هلا حنحكي شوي بالقانون. هيدا القانون استاذ شابل بيعتبر انه من 2014 نافذ، اغلب غرف الاجارات عم بقولوا من 2017 بلش نفاذه. وين الاحكام؟ هو القراءات تبعول الغرف، فيك تقرا غرفه الرئيس ريم اشبارو نسفته كليا، اعتبرته انه ما نافذ بعدم وجود الصندوق، وهلا بزودك بالقرار. معي القرار دكتور، بس خليك تشرح القانون لحتى ما ناخذ نوت. بناخذ نوت وبنرجع لما القانون يرجع ينشر بالجريده الرسميه ب 2017 ويرجع يوضع يكون نافذ حكما، فهو من التاريخ الانطلاق هي 2017 مش 2014. كمان هيدي قراءة، احترم رأيك، هيدي قراءة. أنا عندي كمان تفسير. أين القضاء من قراءتي وقراءتك؟ ما في القضاء، القضاء ما طلع بعد رأي بهالمواضيع. هاي واحد. اثنين، في قضاة معتبرين أن القانون غير نافذ لسببين، أنه إجا كخطة متكاملة بوجود الصندوق، بعدم وجود الصندوق بيعتبر أنه القانون غير مفعل أو غير موجود. هيدي كمان قراءة جديرة أنه تحترم، بدنا نسمعها. أين القضاء؟ أين محكمة التمييز؟ أين السلطة التشريعية من هالموضوع؟ شغلة تانية، هيدا القانون ما أنت عم تطالب بالمساواة، هيدا ينفي المساواة. أنت بتعرف أنه هيدا القانون ميز بين لبناني وغير لبناني، ميز بين سكني وغير سكني، ميز بين سكني وبين فيلا فخمة، فهيدا اكيد يناقض الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي. بس ما فهيدا خليني بس ما تكثرون علي لجاوبك على الافكار اللي اسم الله عليك كاتب افكار بلاوي. فالموضوع هو مع الدوله، والدوله اذا بنرجع لروح النص بنوجد القانون الايجار لانصاف المالك وحمايه المستاجر. كيف اقرت قانون اجارات لا تتحرر العقود ويسترجع المالك ملكيته، بس كان في ثلاث قوانين بعد ناقصه انت بتعرفها، القانون الايجار التملكي اللي موجود بمجلس النواب اصلا بس بده ينشر مراسيمه التنظيميه، خطه نقل من بيروت ولضواحيها كمان بدها تنوجد. بدنا نحمل كمان خطه النقل. لا مش انتو، انا عم بتوجه للدوله، انت عم بقول لك مصدوم، بس عم بقول لك المستاجر كمان بده حق السكن. يوم مجلس النواب هو من يتحمل مسؤوليه هذا التقصير. كل السلطات السياسيه المتعاقبه هن اللي قصرت بحق المستاجر وحق المالك ووضعتهم مفروغ منها. هيدي نحن متفقين عليها. ملاحظات اللي حطيتها على كلام الدكتور محمد. اول شيء مع احترامي لتحليل الدكتور ورايه وبحترمه وبجله، الا انه انا بدي بلش من الاخر من قصه الايجار التملكي. هلا رح نحكي عن مساله نفاذ القانون اذا بتسمحي لي. بالايجار التملكي في قانون موجود، اقتراح موجود بمجلس النواب، ومظبوط المشرع تقاعس عن اصداره، ونحن كنقابه للمالكين، انا بصفتي مستشار قانوني للنقابه بحكي باسمها، نحن ولا مره كنا عند مرجع نيابي او مرجع وزاري او حتى زعماء سياسيه بالبلد ما طلبنا بالدرجه الاولى بالايجار التملكي. ولكن منستغرب انه ولا مره
ولا مستأجر بتجمعات المستأجرين ولا بالمظاهرات والاعتصامات اللي كانوا يعملوها، ولا مرة طالبوا الدولة بإقرار الإيجار التملكي. شو هو الإيجار التملكي حتى اللي عم يحضرنا يعرف شو عن شو عم الإيجار التملكي؟ بكل بساطة حضرتك بتروحي بتستأجري شقة بسعر ببدل، أكيد بكون في حوافز ليعمر واحد مشروع على الإيجار التملكي، البدل الشهري هو زهيد جداً، أقل من أنك تقسطي شقة يعني على مدى 50 و60 سنة، ولك حق تتملكيها، يعني يحتسب اللي كنت دفعتيهم على فترة معينة من أقساط الشقة، من أقساط يعني اللي هن من ثمن الشقة. يعني متفقين على هالشيء؟ أكيد متفقين. إقرار تطبيق ولا مرة طالب المستأجرين بالإيجار التملكي؟ مبنى عم جايين ما زال عم بيطالبوا المستأجرين أنه بدهم الدولة تحميهم، كان الأحرى فيهم وبحق أولى أنه يروحوا يطالبوا المشرع بإقرار قانون الإيجار التملكي، ما يعني فضوا طاقة كبيرة على أنه قانون الإيجار تهجيري، نحن صدنا بالسنة التاسعة وما في ما حدا انكب برا خلافا لأحكام القانون. وهل الدولة غائبة عن واجباتها لحتى المستأجر يطالبها؟ ولو ما الدولة بتنظر بطريقة ماكرو على كل الحقوق، كانت غايبة صار لها 70 سنة غايبة. ما هلا نحن بدنا نطالبها، لأنه طلبناها بدنا نفعل نصر المراسيم التنظيمية. خليني كمل لك شغلة تانية بخصوص الاستثناءات اللي تفضل فيها الدكتور بين لبناني وأجنبي، هيدي المجلس الدستوري بت فيها بقراره اللي صادر عام 2017 بالطعن الثاني، لأنه كمان القانون مثل ما صرت حضرتك بتعرف القانون طعن فيه بال 2014 وطعن بالتعديل. نعم صح، بال 2017 قالت المجلس الدستوري لم ينتهك القانون أي يعني مبدأ له قيمة دستورية ولا معاهدات دولية مثل ما عم يتفضل الدكتور. الدولة اللبنانية حقها تميز بين مواطنينا والمواطنين الأجانب مثل ما بتعمل فرنسا. هلا أنا وياك مواطنين لبنانية عندنا نفس حقوق المواطن الفرنسي؟ أكيد لا، هو بتعطيه حوافز وبتعطيه بعدين بمسألة الصندوق. أكيد المستأجر الأجنبي منه لا يستفيد من الصندوق، لأنه الدولة اللبنانية. طب هذا الصندوق اللي عم نحكي عنه المحدود اللبنانيين مش الأجانب. طيب يمكن الأجانب أو مثلا الفلسطينيين يكون عندهم صندوق خاص يساعدوا مثل اللبناني. طب هذا الصندوق أساسا وجد؟ يعني هي المشكلة اللي عندما أعدينا التقرير عن هذا الموضوع، المستأجرين يقولون أنه هذا الصندوق لم يتم إنشاؤه. هلأ رح نحكي كمان عن قصة صندوق، بس خلينا لحتى كمان أعطي الأمور حقها لرد على النقاط. فضل سريعا لم ترجع عن محمود. سريعا قال الدكتور كمان أنه القضاء عطى رأيه بأنه إذا ما في صندوق ما في. القضاء شغلته تطبيق القانون، في قانون نافذ لم يعدل لم يلغى ولم يستبدل بنص تاني موجود، في قانون عندنا مشي بال2014 وفي وتعدل بال2017. القضاء ما له حق يجي يقول أنا بدي وقف تطبيق القانون لحين إنشاء الصندوق، هاي وحدة، أو لحين إذا بدك بدء الصندوق الدفع عملية الدفع. أي قاضي براعي بقراره أو بأحكامه والاستقرار الاجتماعي تبع المجتمع بيجي بيطبق قانون؟ نحن من بلا أنت موجود منه المالك، باردون المالك منه جزء من المجتمع والمستأجر. طيب ليش القاضي صرنا 70 سنة عم نقبض بدلات شبه مجانين مثل ما عم بقلك ولا نزال سويا؟ هلا طيب معقول القاضي بده يشوف هالسبعين سنة ظلم بحق المالك؟ نعم كمان. نعم بس هلا بالتوازي بيجي بينتقم من المستأجرين. يا دكتور مش قصة انتقام، في قصة اعطاء حقوق. اي حكم او قرار بده فيه استقرار دكتور. اجتماعي دكتور. بهز كيان المجتمع دكتور. ككل يعمل فرز ديموغرافي بيجي هلا بيطلع احكام بيطلع احكام. لا بس خليني بس اوضح لك هالنقطة، بيطلع احكام. انا ما قاطعتك، انا جربت اقاطعك بس لك تم تقاطع بعد محبة. نحن الله يخليك والله بمحبه. رح بس معلي مشان ما ناخذ وقت بعض وليكون في عدل، رح تابع مع حضرتك استاذ شرفي، احنا متكاملين بالاراء هو بيعرف، رح تابع مع حضرتك دكتور. خليني ارجع عند محمود. محمود انت من نظرتك كصحافي بعد ما تواصلت مع المالكين وتواصلت مع المستاجرين، من ترى انه له حق اليوم؟ هل يعني يجب ان يطبق هذا القانون او لا يجب اعاده تعديله مره اخرى، ولا يعني قراءتك لهذه المشكلة صحفيا؟ أوكي. أكيد أنا واقف على الحياد، أنا لا عم ميل لا للمالكين ولا بميل للمستأجرين، أنا عم بحكي الواقع مثل ما هو حتى ما حدا من الضيوف يفهمني غلط. المستأجرين لا كانوا دائما عم يحكوا بالإيجار التملكي بكل مؤتمراتهم اللي كنا نحن نغطيها أو مظاهراتهم، كانوا عم بيطالبوا بالإيجار التملكي وهن بدهم إنه إقراره بقلب البرلمان اللبناني وبدايه تفعيله.
في بعض الثغرات الموجودة بهذا القانون اللي له علاقة ببدل المثل. هذا بدل المثل اللي نزل من 5% لل 4% عالميا هو 2%، وهو صراحة منه منصف للمستأجر. تحرير العقود، يجب أن تتحرر العقود، ولكن بنظرة حقيقية في ظل هذا الانهيار وفي ظل هذه العشوائية والتفلت بالأسعار، يجب أن يكون هناك رقابة حقيقية من الدولة اللبنانية للجم أطماع المالكين صراحة، لأنه وإلا منكون نحن أمام أزمة سكن. ما فينا نخلي السوق عشوائي ونحرر العقود، يجب أن يكون هنالك مثل ما بيقولوا خطة سكنية حقيقية، وإلا بيصيروا كل الناس بالشارع في حال تم تحرير العقود. هذا يترتب على اللجنة العدل النيابية وعلى البرلمان اللبناني أنه يأخذ دوره الفعلي في أنه يأخذ القرار يا أما بتحرير العقود أما بتمديد المهل. بالتأكيد هون المالك من حقه أنه يطالب بممتلكاته، وهذا شيء حق إنساني بحق الملكية، ولكن بالمقابل خلينا نشوف تاريخيا هذا يعني في بتصور بالحرب، بعد الحرب الأهلية كانوا محتلين وسط بيروت عطوهم تعويضات ليروحوا يشتروا بيوت. ليش بده ينحرم هذا المستأجر من أنه بدل الإخلاء، يلي هذا بدل الإخلاء في كتير مستأجرين دفعوه لمستأجرين كانوا قبلهم في هذه البيوت وما دفعوا المالك. ولكن مثل ما قلت لك في نظرة موضوعية يجب أن يكون هنالك خطة إسكانية ورقابة على الأسعار، لأن وإلا سنكون أمام أزمة سكنية حقيقية، والناس حيكونوا بالطرقات، وخاصة أغلبهم هن من كبار السن والمتقاعدين، مثل ما بيكون هنالك المالكين كمان هناك أغلبهم من كبار السن والمتقاعدين. نعم. يعني محمود دكتور نتشكر أنه دكتور كمان في كبار سن للمالكين. نعم دكتور، يعني اليوم ينص القانون، قانون الإيجارات، أنه تحرر عقود الإيجار، بمعنى يحق لصاحب الملك أنه يرجع يعمل إيجار جديد، طبعا في تراتبية أو ما بعرف شو، في يعني في خطوات معينة، نسبة معينة كيف بتطلع هيدا الإيجار. بعد 9 سنين يتم تحرير. من 2014 تعتبر سنة 2023 تحديدا أيار 23، مش أيار حزيران، القانون أو القانون نافذ من 28/12/2014، وبالتالي تاريخ 28/12 100% هو سبب. هاي أول قراءة، ثاني قراءة هو نافذ من 28/2/2017. هلا رح نحكي فيها، أنا بعد ما أعطيت رأيي بهالنقطة وبتمنى أنا هون أكيد رح أسأله، بس عم بسأله السؤال. لو سمحت استشفت نافذ القانون، لو سمحت حنحكي عن نافذ القانون، متى هي سنة تحرير العقود؟ 2017، يعني بدك تزيدي 9 سنوات على 2017، يعني تقريبا بيطلعوا شيء 2026، ولكن المالكين يقولون أنه 2014. على المحاكم أن تبت بهذا الخلاف، يعني ما مش نحن ومحكمة التمييز. مين اللي بس إذا بتصدر لي حكم أنه بتي في الهيئة العامة، الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما طلعت قرار قالت 2014 هي نقطة السريان. خليك معي. أول شيء خلينا نحكي عن هاي النقطة لنوضحها، لأنه صرنا حكينا كذا مرة بس بالتكرار إفادة. القانون معك حضرتك دكتور، نص القانون التعديل الصادر عام 2017 هي معي أصلا، هذا موجود، هذا الجواب على الأسئلة كلها موجودة بالنص. إذا بترجعي بتروحي للآخر، آخر كم مادة هن بيجاوبوك على التساؤلات وعلى الموضوع يلي طرحه الدكتور. أول شيء الفقرة الأولى، خلينا نبلش من تحت، المادة 60 آخر مادة، يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. أي قانون؟ نشر القانون 2017. نعم. شهيدة 2017. 100%. المادة 60 بتقول يعمل فيه فور يعني نشره. يعني 2026 يعني على الحالة. خليكي معي. لا خليكي معي. بس خليك في مطالعته. وبالتالي المشرع قصد إنه القانون التعديلي يلي هو مسميه تعديلي إنه يمشي من تاريخ 28/12/2017. وبالتالي ما عطى مفعول رجع، يعني بالتالي لم يلغى قانون 2014 ولم يستبدل بهذا القانون. هي واحد. اثنين، الفقرة الأولى، إذا منروح على المادة 55، الفقرة الأولى من المادة 55 مددت القانون 160 لغاية 28. هذا النص كله معك؟ كله. لا هذا القديم. لا جديد مع تعديلاته. اوكي، عفوا. يمدد العمل بالقانون رقم 160 حتى 28/12/2014. ليش مددوا ال 160؟ ليه ما مددوه لل 160 ل 28/2/2017؟ مددوه ل 28/12/2014.
هيدا تاريخ دخول القانون اللي صدر بال2014 قيد التنفيذ، ولقد جاء قانون ال2017 ليكون ساريا، وال2014 ل2017 بتطبق ال2014، هي هيدي المهله 3 سنين تمام، بس لل2017 ينسخ ال2014 نقطه السريان، هيدي قراءه جديره، خلي محكمه التمييز تبت فيها. جاء على الماده 15، المادة 15 بالقانون إذا بدك تعملي مقارنة، وأنا عامل مقال هلا منشور بالمجلة القضائية رح زودكم فيه كمان، وبشرفني الدكتور يقرأ ويعطيني رأيه. تفضل. الله يخليك. المادة 15 بتقول يمدد لغاية 9 سنوات والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اوكي المادة 15 اذا بتجيب النص الاصلي اللي صادر نفاذ هذا القانون، قانون 2017 معي. خليك معي اوكي، لا هي المشكله خلينا نكمل غموض النص، ما تقول لا اله، لا 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 رجاء. لا اله الا الله، نحن غموض النص عم يدفعنا لكل واحد قراءه مختلفه. خليك، لا لا مش عم بحسم قراءه، القضاء بده يحسم وحسم، هلا بقول لك كيف حسم. اذا بتقارني بين نص المادة 15 قبل التعديل وبعد التعديل، بتلاقي انه 12 سنة بهون المذكورة هون منا مذكورة بالنص الأساسي، وبالتالي عملا بالمواد اللي بالآخر قايلة إنه يلغى تلغى المواد غير المؤتلفة مع هيدا القانون يلي هي هيدي المادة، يعني زادوا عليها 12 سنة، بالأول ما كان في 12 طيب سنة. يعني المشرع هون بيكون عدل عدد السنوات ولم يعدل منطلق السنوات التمديدية، يعني ببلش التمديد من 28/12/2014 اللي تعدل بموجب هذا القانون ومن نفاذ هذا القانون، صاروا بدل ما يكونوا 9 صاروا 9 و12 سنة، يعني ل 26. لا يعني هني عم بيعتبروا ل 23 ل 23 9 ل 26 12 بقراءة 12 ل 26 هذا مقصود، يعني 2023 يعني لغير المستفيدين و2026 يعني النظرة هيدا بالقانون، يعني انا ما جبته مني انا، مش هيدا اجتهاد لو سمحتوا بس كمان ما شوف بهذا الجدال. خلوني اخذ المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستشارة أجرين يلي عنده بعض الاعتراض على ما قلته، يعني عنده شوية ملاحظات. تفضلي استاذة مايا، ما رأيك بالكلام اللي قاله المحامي شرب الشرفين؟ كان عندك بعض الملاحظات؟ بحييك ست حليمة وبحيي ضيوفك، بس خلينا نقول انه تخويف المستأجرين يلي بيته مخنوقين من انعدام مع انعدام قدرتهم الشرائية بظل سلطة عايزة عن حمايتها، وعم بيخوفوهم كل يوم بمقالات وبطلعات إعلامية بأنه عقودهم ستحرر بآخر العام 2023، يعني بآخر هيدا السنة، أمر مش مقبول، خاصة أنه إعادة نشر كامل القانون يلي هو قانون الأجرات الجديد رقم 2/2017 تم بتاريخ 28/2017. ما رح فوت بالنقاط القانونية لأنه هلأ سردوا جزء منها، بس خليني أكد أنه رأينا يلي كنا من أول نهار عم نقوله أنه نرجع نعيد احتساب المهل والزيادات اعتباراً من 28/2017 تأكد بموجب قرارات قضائية طالعة عن محاكم الاستئناف ببيروت وبجبل لبنان يلي هي الدرجة الأخيرة، نحكي مثلا قرار 8/3/2019، قرار يلي صدر ب 13/6/2019، والقرار رقم 318/2021 تاريخ 24/6/2021 يلي اكد انه بنرجع بنعيد احتساب المهل واحتساب الزيادات. كان عم بيقول استاذ شرفين انه ليش نص القانون ل 2000 انه بيتمدد قانون 160/92 ل 2014، لانه صدر قانون بال 14 مشي على سنتين وشهرين، رجع صدر قانون اخر يلي هو قانون ال 17 منه بنرجع بنعيد احتساب المهل. بقى بليز كسر طين للمستاجرين لانه هيدا عامل ارباك كبير، كل يوم والتاني بيطلع تصريح من ميل والعالم قاعدة على اعصابها ونحن بغنى عن هالشيء. بدي اذكر انه في 80% من الشعب اللبناني تحت حد الفقر، عدد كثير كبير من هول 80% هن من المستاجرين، اليوم قدرتهم الشرائيه هول شبه معدومه، الدوله مسؤوله توضع ضوابط. انا هلا حكينا على الاجار القديم، بس اليوم المطلوب من مجلس النواب انه يدرس ضمن سله وحده قوانين الايجارات الثلاثه، السكني القديم، التجاري القديم، وقانون حرية التعاقد، لأنه اليوم عنا أعداد كبيرة من المستأجرين هم مستأجرين على الأجار الحر،
ما في اي ضوابط، يعني كل بس تخلص السنه بيجي المالك بيقول لك سلي او بدك تغلي على ارقام بالفريش دولار، ما في قدره للمستاجرين انه يقدروا يدفعوها. ما في بلد بالعالم مثل عنا في لبنان اجاره الحر غير مضبوط. نحن طالبين ضوابط ينعمل زيادات تكون متصلة بمؤشر ما، مش على كيف كل ما واحد بيت على مأجور ثاني يوم بده يحط غراضه على ظهره ويقوم يفل. ما فينا نكمل خاصة مع دولارة بدريت الأجار، لأنه اليوم أصبحت أمر واقع وذاك تشكل خطر كبير على حق المواطنين بالسكن وخاصة على جيل الشباب. ونحن بنعرف أنه لا في قروض إسكان ولا في شيء بقى. يلي مطلوب اليوم أنه ما بقى فينا نأخر مجلس النواب غايب. كمان نحن عنا مشكلة كبيرة بقول لك بسكن، ما في عنا مرجعية نرجع لها. مثلا بالتربية بتروحي تشوفي وزير التربية، بالصحة بتروحي وزير الصحة، بالسكن ما في شيء. لعدمين بدك تروحي؟ كل واحد بكتك انه مش عند المسؤولية عن حدا اخر. ما في وزارة مسؤولة، مجلس النواب غايب ما عم يلعب دوره، لجنة الادارة والعدل مش مهتمة نهائيا. وانا بتعجب رئيس اللجنة شو ناطر، يعني بس تبعثي له شيء يتعلق بالسكن ما بيطلع، اذا بعثي له شيء عن المودعين بيرد، اذا بعثي له، يعني مش معقول. هدول حقوق المواطن الاساسية، السكن، التعليم، الصحة، هدول ما بيقدروا يقطعوا عليهم مرور الكرام. اليوم من ناقوس الخطر العالم خايفة، بيتة العالم يعني بخطر حقيقي. ما بقى في مجلس النواب يقعد يتفرج على طب إذا الموضوع. إذا كانت الخلاصة أنه يتم تحرير العقود بنهاية هذا العام، عام 2023، شو حتعملوا كمستأجرين؟ لا ما رح يتم، اكيد ما رح يتم. اللي رح يصير انه رح يقدموا دعاوى، والدعاوى اخر شيء رح يخسروها، مثل ما قبل جربوا يرفعوا دعاوى انه يقولوا انه المحكمه صالحه مش اللجنه وخسروا كل الدعاوى اللي قدموها. بس العالم اليوم ما قادره تحمل نفقات محامي ونفقات، ولكن السؤال اللي اليوم الاعلام لازم يكون كمان عم يساندنا بالموضوع. مش معقول اذا بيطلعوا كم واحد بيخبروا شو ما كان بيصير امر واقع لانه الاعلام بيغطي. ولكن اسمحي لي، معلي استاذ، لو سمحت انا زميل عم تحكي مع زميل. لا هي انا عم بحكي معه، لو سمحت. عم تقول بعض الاشخاص يعني للاسف لا ما بعتقد قصدك يعني. بكل الاحوال، طب اليوم في مالكين يملكون بعض المباني والشقق السكنيه اللي صاروا سنين بيتقاضوا، يعني استاذ شرفان حكي عن بعض النماذج الاجارات اللي هي عندنا ميات النماذج مثل هيدي. شوف حليمه اليوم في قانون، انا عم بحكي على القديم هلا غير الجديد. القديم يا استاذ جعاره، القديم 0.9 دولار، 0.9 دولار بالشهر، و0.6 دولار ودولار فاصل واحد. هودي عم تحكي حضرتك عن مسألة القدرة الشرائية. كيف بده ياكل؟ لو سمحت خليني بس هيك ما حنسمع بعض. كيف بده ياكل المالي؟ بس هيك ما حنسمع بعض. كيف بده يعيش المالي؟ لو سمحت خلينا هلا بتقدر. هيدا تضليل للمواطنين. اليوم القانون يا ستنا يا حنة موجودين، شو تضليل يا حنة؟ يا حنة المستندات موجودة. هيدا القانون اللي انتو بدكن ياه، 4% من حق الشقة. انت عم تحسب البدل يلي كان قبل، بس اليوم القانون بيعطيك 4% من قيمة الشقة يلي هو رقم خيالي. يلي ما تطبق نحن بعدنا هيدا بدل إيجار 2022 عم بيدفعوا المستأجر. بس سؤالي لحضرتك، بس عفوا، سؤالي مع هيدا القانون استاذ مايا، تحمل الدولة كانت هيدي، ونحن عارفين ان الدولة روحوا حضرتكم لعند الدولة، روحوا نحن رحنا عند الدولة، انتوا روحوا لعند الدولة. طيب انا عم نروح. شكرا. هيدا اللي عم نقوله. نعم. نحن ولا مرة قلنا انه المالك، ما نحن ابدا. شكرا لك استاذه مايا جعاره، المستشاره القانونيه للمستاجرين تجمع بدي اخذ رايك بالموضوع. أنا اليوم يعني الجواب يمكن اللي ما قدرنا نفهمه من استاذه مايا، في مالكين يملكون شقق سكنيه ومباني سكنيه، ذكر نماذج عنهم استاذ شرفان، قد ايه عم يقبضوا بالسنه سنويا اللي هي دولار و90 سنت، ويعني مبالغ زهيد جدا جدا جدا. اليوم ألا يجب تعديل هذه الإيجارات؟ يعني ألا يحق لصاحب هذه الشقة أن يقبض ثمن هذه الشقة؟ ما في خلاف هالشيء. طيب إذا المستأجرين رافضين يدفعوا هذه الإيجارات، من يحل هذا الموضوع؟ الدولة.
دولة. طب إذا كل واحد يزت عد في قانون. هي دولة لشو اسمها دولة لشو اسمها سلطة. هلا أنت إذا ولكن هذا القانون إذا بتستأجر سيارة أو بتشتري سيارة وما بتدفع حقها بتقول الدولة بتتحمل. لا أنت قوانين الأجارات الاستثنائية أنا ولا الدولة ولا السلطة التشريعية. وعدلت لك إياه. عدلت لي إياه بطريقة مشوهة. مش مزبوط. بطريقة بتزت العالم بالشارع يا أستاذ شابيل. يا دكتور. يا أستاذ شابيل طب أنا بدي أسألك سؤال. اسمعني اسمعني. بال 2014 بس سؤال. المستأجر بال 2014 نعم. اللي هلا عم نحكي إنه نحن مسألة الأزمة الاقتصادية عمرها سنتين ونص. نعم. هيك؟ طيب من 2014 يعني من 9 سنين عارفين المستأجرين إنه بده يوصل لوقت يصير فيه تحرير، ليه ما دبروا حالهم؟ لانه الدوله غايبه عن السماء. دوله لا ما دبر حالهم وثلاث ارباعهم هلا عندهم ودايع بالمصارف وعم بيصرخوا انه مصريتنا بالبنوك. 80 و90 سنه بدهم يدبروا حالهم لهن شباب ولادهم وين ولادهم وين مسافرين مهاجرين والله ليه بدهم ليه بده يضل على المالك هذا لانه منه قاضي مين اقرب ابنه المسافر للمستاجر ولا المالك الغريب اثنيناتهم مسؤولين يا استاذ لا الابن المسؤول عنه يا استاذ خلينا نحكي شغله نحن بمجتمع شرقي يا دكتور نحن مش اجانب يعني بينسالوا بس خلينا نوضح الموضوع نحن أول شيء خلينا رجاءً بس خليني أنا بعد لحد هلا ست حليمة بعد ما وضحت شيء أنا حاسمح لك بدور رح توضح أستاذ شباب أول شيء هيدي حالات استثنائية بين المالكين نحن بمجتمع شرقي نحن منضل احتراما للأهل أهلنا منحطهم على راسنا تمام المفروض ابن المستأجر يهتم بأهله ما يكبن على المالك وابن المالك أستاذ شباب ما هي قصة أول شيء هيدي الحالات الاستثنائية منا الأغلب الأعم في ناس عن جد فعلا مستأجرين ما قادرين يدفعوا بدل الأجار هودي حقهم على الدولة لكن أنا وياك بدنا نروح عند الدولة 100% نحن رحنا على الدولة نحن رحنا على الدولة طلبناها بحلول للمستأجرين أعطيك الحل بس مش على حسابنا أول شيء السلطة التشريعية لازم تتدخل لأول شيء تعديل هيدا القانون لسبب واحد نحن بنرفض أي دس أي مس بالقانون نحن بنرفضه طيب أنا مع إنه لأنه ما فيك تقله ما فيك تقله للمالك يلي بده يفوت على المستشفى يلي بده يعلم ولاده يلي بده ياكل ما فيك هيدا اللي عم على فرعية لجنة الإدارة والعدل المالك اللي عم بيقبض 0.6 دولار شبابي الحبيبي أنت بدنا نحل موضوع ما بدنا نترشق بالإعلام أول شيء فرعية لجنة الإدارة والعدل بدها تتدخل أول شيء لتعديل بدل المثل هيدا أول شغلة شغلة تانية اللي هو بكل العالم 5% تعرف إنه أنت بكل العالم بكل العالم ما بيربطوا الأجار بسوق المضاربات العقارية بينما بيربطوا بزيادة الأجور بزيادة الأجور نعم طيب. أعمل البحث هاي واحد اثنين هلأ صار في زيادة للأجور حد الأدنى للأجور زادت أقله 3 مرات أنت بتعرف لأنا أستفيد كلهم بياخدوا نص دولار نص لبناني حد الأدنى للأجور احتسب على 675,000 هلأ وين في حد أدنى للأجور 675,000 خليني ما هلأ ما حدا بقى عم هيدا النقاش يبدو أنه عقيم وقوي لا لا ما عقيم بدنا نوصل لحال أنا بس بدنا نوصل لحال أنا بدي أقول لك شغلة يا ست حليم الحلول موجودة يا ست حليم قبل التشريع قبل التشريع في عندك منظومة الأخلاق إذا الطمع والجشع تملك بالإنسان وضميره راوده وسمح له إنه يضل يدفع 0.6 ما الطمع هلا بالملاكي بسوق العقارات ولك يا استاذ بالدولار بدك ما بدك ما باجرك طول عمره طول عمره العقار سوق العقاري على العرض والطلب هي واحد برضه شغله ثانيه تفوتوني بقصص عم نطلع من محاور لو سمحت بالأزمات يا استاذ يا دكتور الازمه مش علي كمان كلنا لو سمحت خلينا ننتقل عند زميل محمود فقيه عبر زوم محمود عندك مداخله لترد على هذا الجدال اللي صار تفضل مظبوط اول شيء 2.44% من قيمه الماجور كبدل مثل هو مرتفع جدا هي عالميا 5% عالميا 2% معلي وثاني شيء التسعير معلي التسعير بالدولار هو منافي لهذا جوجل موجود بالتسريف. يعني متى اسعارنا باللبناني مثل ما اسعار معاشات اللبنانيين باللبناني ثاني شيء هناك خلل اساسي لما بيتغير الحد الادنى وبينهار الوضع الاقتصادي يجب ان يتم دراسه القانون من اول وجديد ثانيا خلينا نعترف بشغله انه ما حرم المالك القوانين اللبنانيه من املاكهم كان باستطاعته على مدى 40 سنه و50 سنه انه يدفع بدل الاخلاء لقيمتها 40% حسب ما قد ايه مقضي هذا المستاجر في بيته ويخلي ويسترجع ملكه يعني هو مش حرمه من هذا الموضوع يعني ما فينا نعيش هذه المظلوميه مثل ما عم بيحاول ماتر شرفين صراحه انه يبرهن اياها
كان بإمكانه. هي موجودة موجودة موجودة. إذا أنتم مش حابين تشوفوا مظلومية المال يكسر له 70 سنة مظلوم واللي بيكون غير هيك بيكون بلا ضمير. بيعود عليه بدل المظلومية على الدولة، على المالك حقه بملكه وحقك على الدولة كمان. لا مش أنا حقيقي. أنا حقي بملكي، أنا حقي بملكي، بكره بعمل حلقة بتصرف بملكي وبتمتع بملكي. أنا هيك ما فينا نكمل الحلقة إذا ما بدنا نسمع بعض. بدنا نتفق إنه حق الدولة. هلا بتتفقوا مع بعض، بس خليني كمل محمود، كمل محمود. وما فينا نشبه البيت بالسيارة، هيدا يعني تبسيط للموضوع. يعني الناس ما بتنام بالسيارات، الناس ما المستشفيات زادت، المستشفيات زادت. لما رحتوا قلتوا حق الاستشفاء حق مؤدب. ما فينا نحكي كصحفيين مع الملكين دائما. عن جد عندنا مشكله معكم استاذ محمود. نحن عندنا مشكله معكم، نحن عندنا مشكله معكم. يعني ما يعني بدكم حق السكن، حق السكن وحق الملكيه ما مش موجود، مش موجود بال. من قال لك حقوق الملكيه مش موجوده؟ بس يوازي حق السكن. ما نحن انا عم يوازي، بس انا ملكيتي لإلي حق السكن الدوله مفروض. انا متفق معك، فانا وياك بدنا نروح عند انا الدوله تعطيني ملكي وتامن له للمستقبل. شو الحل لو سمحتوا؟ بدي اتدخل لانه بدي انتقل. يعني انا محمود خليني اختم معك. انا بس بدي اقول شغلي. هذا المستاجر بحل من المحلات يجب انصافه. بالحرب الاهليه هو من بيته، بالحرب الاهليه قاعد حارس بقلب البيت دافع عن المأجور. اليوم مش مزبوط هذا الكلام يا خي، بلا مزبوط ونص. مش مزبوط، مزبوط ونص، مش مزبوط ابدا. مظبوط ونص يا دكتور محمد، مظبوط. انا هيدا السجال ما بيؤدي لنتائج. مظبوط ونص. انا بعرف الاستاذ شاكر يجب ان نطلع بحل المستاجر لهالازمه العقيمه. طيب برايك محمود كيف يجب يكون انصاف المالك والمستاجر في اعاده قراءه لهذا القانون حسب متطلبات السوق وتقعد حسب بعد 20 سنه ثانيه لنقرا قانون ثاني؟ لنسمع ولا نقرا قانون ثاني؟ اكيد ليش لا؟ ليش لا؟ والمالك اللي عم بيقبض 40,000 و30,000 بدنا ننصف المالك والمستاجر، مش بدنا ننصف. لكن حضرتك الكلام اللي عم بتقوله يا استاذ محمود، مع احترامي لك، الكلام اللي عم بتقوله انه بننطر بعد 20 سنه لننصف المالك، بدك اياه يموت للمالك. يمكن سنه وحده تنصف المالك والمستاجر ببساطه. الموضوع بيتلخص بكم سنه. اول شيء انصاف المالك هيدا مطلب اساسي، وانصاف المستاجر. يا دكتور بس معلش، انصاف المالك، انصاف المالك هيدي كلمه ما بتنصرف. طيب. بمحل هيدي الكلمه، خلي الدوله يعني تضل بالشعارات، نطبق القانون بينصف المالك والمستاجر. طيب. انا بدي اشكر زميل محمود فقيه. محمود بدي اشكرك على مشاركتك معنا في هذه الحلقه، على امل ان يتم انصاف المستاجرين والمالكين. أنا ربما ما بعرف اذا عبر اعاده تعديل هذا القانون من اول وجديد، خصوصا انه نحن وصلنا الى وضع اقتصادي مزري، حتى الأجرات القليلة يمكن ما عم يقدروا الناس يدفعوها. شكرا جزيلا لك محمود. شكرا لك. شكرا. استاذ شرفين بدي أسألك اليوم برأيك، لأنه ما بقى معنا إلا ربع ساعة من الوقت، بدي أنتقل كمان نحكي عن موضوع الأجرات الحالية. يعني الناس عم بتدق وعم تتصل وعم تسأل شو بدنا نعمل، لأنه المالكين عم بيطلبوا الأجر بالدولار. هذا الموضوع بدنا نحكي فيه، ولكن اسمح لي اليوم برأيك كيف يكون حل مشكلة الأجرات وكيف يأخذ حقه المالك؟ الحل بتطبيق قانون الإيجارات الصادر بال 2014 والمعدل بال 2017. والحل هو ببدء عمل اللجان، لأنه اللجنة هي بتقول مين المستأجر الميسور ومين المستأجر يلي من ذوي الدخل المحدود. هي اللجان عم تشتغل؟ لا بعد. أيه؟ ناطرين هلا السيد القضاة إنه يبلشوا بالشغل بهيدا الموضوع. هيدا التطبيق لحاله بميز أول شيء، بتفصل بين اللي بيستفيدوا واللي لا. وبنعرف كل واحد بياخذ حقه، المالك بياخذ حقه والمستاجر. نحن ست حليمه ضد اي تعديل للقانون وضد اي وضع اي قيود على الايجارات حتى الجديده منها. لقلك ليه؟ كيف يعني اي قيود؟ ماذا يعني تقصد؟ يعني الاستاذ جعاره كانت عم بتقول بدها تحط قيود على الايجارات الجديده، يعني يحددوا البدلات وكذا. انا بدي اقول لك شغله، بكل دول العالم مظبوط ما حق في تحديد في قيود معينه، في سقوف للاجار، في سقوف على راسي، بس بالمقابل في حوافز. في ما بتقعد 10 سنين بالمحكمه لتخلي بيت. اكيد بيجي البوليس برا، بيجي البوليس بيخلي البيت، ضحيه المطورين والمراهنين العقاريين. انا ما عم بحكي يا، لكن انا بحط سقوف، بحط جداول. استحليت تسموه لنا من إن هالسماسرة والمطولين العقاريين دائما بتجهلوهم، بتقولوا أنا مالك قديم قاعد قدامك، حكيني لألي شو بدي بالمطورين العقاريين. هن هذا شأنه. اليوم أنا نقابة المالكين، نحن هودي المالكين المنتسبين للنقابة اللي عم بيقبض 400,000 و300,000 بالسنة و200,000. طيب في محل بفيردان 800,000 بالسنة.
يا حني كلهم روح طالب نحن مش الاجارات غير السكنيه هذا القانون يشمل فقط مش نحن اللي عم نضلل غيرنا اللي عم نضلل لو سمحت هذا القانون هذا القانون يشمل فقط الاماكن السكنيه ولا ايضا يشمل المراكز التجاريه لا هذا القانون اللي صدر بال2014 ونافذ من 28/12/2014 يشمل فقط الإيجارات السكنية غير السكن في اقتراح قانون أقرته لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة وبانتظار جلسة تشريعية اليوم كمالكين وأعتقد أنكم متفقون على ما ستقومون به شو حتعملوا إذا أنتم بتعتبروا أنه تحرير العقود يخلص ببلش بنهاية السنة نحن بالنتيجة كل شيء بوقته حلو مثل ما بيقول المثل نحن في عنا السنة التاسعة اللي هي هيدي السنة ب 28/12/2023 ينتهي أو تحرر الإيجارات لغير المستفيدين من الصندوق طيب ما في صندوق بدنا اللجان تشتغل لنعرف مين بيستفيد وإذا ما اشتغلت اللجان وإذا ما صار في صندوق شو حيصير خلينا كل معلق التنفيذ نحن عنا لا ما في شيء معلق التنفيذ القانون لو معلق التنفيذ يستأخروا البات لتشكيل اللجان وتفعيل عمل طيب دكتور محمد برأيك ماذا على المستأجرين أن يفعلوا قانونيا يعني أول شيء إذا اليوم المالك إجا دق الباب على المستأجر قال له خلص العقد يجب أن نحرر الإيجار بس قبل ما أسأل تحرير الإيجار يعني أدي بتصير قيمة الأجار يعني أنت عطيت نماذج عن إيجارات عم تندفع بدلات أدي بتصير قيمة ستنا بدأ حسابات حسب الإيجار القديم أدي قيمته وفي بيزيد 15-30-45 كل سنة بيزيد يعني بالرابور على الإيجار القديم بس فيني أقول لك شغلتين أستاذ شابي أول شيء هلأ بتعرفي أسعار العقارات تغيرت انت بتعرف انه القيمه تبع العقار بتغير ما انت بدك تحسب بس مثل على القيمه البيعيه للعقار اول شيء تغير كمان اذا بيستفيد من الصندوق قد ايه الحد الادنى للاجور تبعه 675,000 ساعتها ما حدا بيستفيد ليش حضرتك بعدك برايك حدا بعد عم بيقبض 675,000 بس ما هيدا هو قال طب قد ايه حد الادنى للاجور خلينا نتفق هلا نحط رقم اقله زادت المعاشات انا وانت بنقول هيك القضاء شو بقول مش انا بقول روح شوف بالشركات الدوله ما حد ما سالاني الدوله زادوا ثلاث مرات وفي منه القطاع الخاص وليس القطاع العام العام والخاص ليش الزيادات كلها اللي عم تنزل للقطاع العام بالمراسيم هيدي بدلات غلاء معيشي وليس زودات على الراتب يا استاذ بس زادوا له اياها عمليا زادوا له اياها بس بتشتري له بالسوبر ماركت يعني انا بدك هيدي الزودات اللي زادت للقطاع العام تعتبر زودات انا ما شفتك قلتي عن هيدا اللي بيقبض 0 ما عم اقول لا بالعكس انا قلت الغبن يقع على الطرفين بس طب انا عندي سؤال لماذا يعني لا يدفع المالكون بدل اخلاق للمستاجرين اليوم ليش بده يدفعوا المستاجر التعويض بالمفهوم القانوني يعطى للمتضرر وليس للمستفيد المستاجر اللي استفاد من السبعينات والستينات بالقعدة ببيتنا بشبه المجان ليه بده ياخذ تعويض مني انا هلا الدوله مثلا عم بيقولوا انه المحتلين اخذوا مثلا صندوق المهجرين دفع وبوسط بيروت الدوله دفعت لهم تعويضات مش المالكين يعني يوم انتم كمالكين تطلبوا من الصندوق يدفع اذا الدوله ام عطيته لكل مستاجر قصر صحتين على قلبه انا شغله ما لي فيها شغله على الدوله تامنها انا كمالك انا بدي ملكيتي حنطلع بحل هلا في حل في حل تفضل اول شغلي على المستاجرين وعفوا قبل ما تكمل فيها بدي تعطيني فيها شفتك قبل الهوا عم تحكي عن نماذج عن مستاجرين بركي بنحكي عنهم لنصل يلا يعني بس خلي اول شيء على المستاجرين اللجوء الى السلطه التشريعيه نعم على لجنه الاداره والعدل يقدموا اقتراحات قوانين لتعديل ما عم بيأثروا صدقني طيب انا لا اعطيك الدور بدنا نزيد شغله ثانيه على الدولة السلطة التنفيذية تعمل خطة سكنية يعني بدي سلمه أنا للمالك بس بدي كمان تأمن مساكن شعبية إيجار تملكي خطة إسكانية خطة نقل عام كله هيدا بيجي ما بتنطرني لإلي ينعملوا كلهم نحن فينا نعمل آلية المالك على شفير على شفير الموت خلص ما بقى الكلام بتقول للدولة ما تنطرك بس بما تحقق لي طلبي انا بحق السكن نحن انت والدوله بتتفق طيب هلا اذا بتعمر مشروع سكني ما بدها 3-4 سنين بتضطرني ما انت ناطي 9 سنين بالسنوات التمهيديه خليه يقول الحل سريعا ليه ما راح اشتروا المستاجرين من 9 سنين انت ما بتعرف انه دولتنا متخلفه دوله ناميه فيها فساد يا دكتور متناسي العالم ولك يا استاذ المستاجرين مصرياتهم علقوا بالبنك وقالوا يا ريت اشترينا بيت كنا خلصنا مصرياتنا هلا هيدي حالتين المستاجرين معهم مصاري السواد الاعظم لا السواد الاعظم
عامل احصاء بعدد المستاجرين اللي عندهم؟ لانه حضرتك طلبت من محمود يعطيك اسم من المطورين العقاريين عندك. لا طلبت من الدكتور. من الدكتور تصور عام انه المستاجرين محمود طلبت منه يعطينا من المستشارين والنواب اللي ضغطوا يعطينا اسمه. 90% بين المالكين والمستاجرين تحت خط الفقر، متفقين على هالشيء؟ من المالكين والمستأجرين. مستأجرين المستأجر منه بشر منه مواطن. هو لو هلا بس انه قاعد بملكيته بتنفي له حالته المزري يعني. انا ما نفت له حالته بس هو اللي في حالتي لأ. انا طيب. وانت روح الدوله يبدو عندك حقد الوقت. كبير على المستأجرين. في ظلم. ما في حقد. في ظلم. طيب اعطيني الحل سريعا لانه بدي اخذ منه وبدنا نحكي سريعا عن موضوع الاشراف الحاليه. تعديل القانون المستأجرين يضغطوا على موضوع خطه سكنيه، ايجار تملكي، مساكن شعبيه، خطه نقل عام. كمان يحاولوا يتفقوا رضاء مع المالك، يعني كمان القانون سهل هيدا الموضوع. لا ما اتفقوا رضاء تفعيل، لانه في ناس ما بدها تتفق. طيب لكن استاذ شربيل لكن انا بنرجع اتفقنا انا وياك احنا على القضاء. انت على القضاء حضرتك قلت انه انت مالك قديم. لا ستنا في كمان كثير، خلينا نحكي كل شيء يعني. ايه على القضاء في كثير مالكين ومستاجرين اتفقوا على تطبيق القانون وبعدهم عم بيطبقوه هلا هن والمالكين، بس في مستأجرين كمان تمردوا على تطبيق القانون. الشريحة الأكبر هي من الذين تمردوا. بسبب الناس اللي أنعوني تمردوا. الشريحة الأكبر هي من اللي تمردوا ولا من أي ولا ما عندكم إحصاء؟ أنا برأيي ما في كلمة تمرد على القانون. القانون عندك بعد حلول. عندك بعد حل. هون على السلطة القضائية اللي ما فرضت القانون. أنا على محكمة التمييز توحيد الاجتهادات والقراءات للقانون وإصدار تفسيرات معينة، أيمتى نفاذه، كيف السنوات التمديدية، بدلات المثل، مين بيستفيد من الصندوق، لأنه كمان القضاة عم بيستأخروا تطبيق القانون لها ليس ما تشكيل اللجان. تعال انا وانت مفعل اللجان. طيب أنا عم يجب ان يتكلم مع الدوله. طب اليوم لجنه الاداره والعدل تقول لو سمحت، لجنه الاداره والعدل، لجنه الاداره والعدل تقول انه على المستاجرين ان يتحركوا لحتى يتم تفعيل هذه القضيه بلجنه الاداره. ابن 80 سنه و90 سنه بده ينزلوا على الشارع ليتحرك، لا شو نحن موجودين هون. أي. الدوله ولا المالك لازم ينزل. في محامين على المستاجرين والمالكين، بس انا بترفع عن هيدا الانقسام الحاد. انا واستاذ شابل بدنا نروح نطالب الدوله ليسترجع حقه وليضمن لي حق بالمستقبل. اسا شربل سريعا عطيني. ولا مرة برجع بكرر لك ولا مرة رحنا لعندهم. مش أنا شخصيا نقابة نقابة خلص. نحن كل زياراتنا طالب بالأول بالإيجار التملكي. اسا شربل بدي تعطيني هيدا النموذج طبعا مع عدم التعميم على كامل المستأجرين، لأنه النموذج اللي رح تحكي نموذج. عنه مش نموذج في نماذج كمان ايه بس لا يشمل جميع المستأجرين. نماذج البؤس والفقر ما فينا نعمم. ما فينا نعمم هيدي قاعدة عامة على راسي. ما حدا حدا قال انه في ما في مستأجرين فقراء ايه بس نكون واضحين يعني قبل ما تفضل سريعا ما بقى معنا وقت. هيدا المالك خلص وقت الحلقة يا استاذ شرفان خلص وقت. نحن عملنا شغلكم مثل اللي بتعملوه. استقصينا عن احد المستاجرين يلي عندنا كمان نماذج يعني هون. انا كنا عم نحكي عن شخص من انه فرجي لانه الاسم مبين ما بدي يبين الاسم. اوكي هيدي شقه وحضرتك اطلعت عليهم وشفتيهم. هيدي شقه بفرن الشباك مساحتها 146 متر، اجارها بالسنه 695 ليره سنويا. ليره ولا 1000 ليره؟ سوري 1000. نعم يا حوايد عقد الايجار 695 الف ليره بالسنه. نعم اوكي هيدا المالك طبق، بلش يطبق القانون، كلف خبراء بلغوا للمستاجر، المستاجر كلف خبيرين بلغوا للمالك، المالك قبل بتقرير المستاجر. نعم. وبعث له انذار. صار اجاره اول سنه 2 مليون ليره، ثاني سنه 3 مليون، ثالث سنه 4 مليون، بعدين رجع نزل لل 4% بالسنه، بعدين رجع صار 3 مليون، رجع يطلع من بعد ما صارت 4%، وصولا صار بدل المثل كامل 7,647,000. بيقوم المستأجر، هي امتى؟ بال 2019. بيقوم المستأجر بيقدم طلب للجنة، لأنه اللجنة بعد ما بلشت عملها، والطلب بيوقف قدرة المالك إنه يطالبه بالزيادات. نعم. اوكي. بيقدم طلب ويبعث له كتاب أنا قدمت طلب برقم كذا. المالك هون بهالوقت هيدا كان جايب له نفي ملكية للمستأجر. هيدا نفي الملكية موجود، هلا أكيد مش رح ينشاف كله. إذا فيك تقطع الاسم لو سمحت. أوكي. هيدا نفي الملكية. أوكي. بيملك هون المستأجر 16 عقار، نفي الملكية تاريخه ب 2/5/2018، يعني قبل ما بعت له الكتاب. جينا كمان بال 2021 جاب نفي ملكية تانية، يعني من بعد ما طبقوا القانون ومن بعد ما قال له يعني المستأجر للمالي. يعني أنت تقصد أن هذا المستأجر منه وضعه لا يسمح له بأنه يكون عنده مسكن آخر أكثر من هيك. هيدا اللي بيت بهالشي. صار عنده 23 بال 2021 صاروا 23 عقار، يعني بالفترة اللي كان عم بيقول له للمالك أنا من ذوي الدخل المحدود بستفيد من الصندوق شاري 7 عقارات.
عقار 9700 متر، عقار 2300 متر. ما بدي فوت بالتفاصيل، اوكي. وهي اكثر، هيدي شغله. شغله ثانيه كمان، عنده ست سيارات منهم كولكشن كار مرسيدس، 66 مرسيدس كذا. يعني مقتدر الزلم، مقتدر جدا. وهيدي الفيلا تبعه. اوكي يا استاذ شباب، مين بيبت اذا بيستفيد؟ هاي الفيلا طيب تبعه. هيدي مين بيحكم فيها انه يجب يعني ان يحكم؟ يعني هيدا اذا بيستفيد من الصندوق مشكله كبيره، مشكلة كبيرة. بس الصندوق حتى الساعة لم يتم البث، لم يبصر النور بعد. حتى المبلغ اللي شكل وقت اللي حطوا فيه أول مبلغ، لم يفعل، انوضع موضع التنفيذ وقت اللي صدر المسؤول. طيب يا استاذ، طيب سؤال يبصلوا لنا مين بيستفيد ومين طيب. ما بيستفيد. ما بدنا منه اليوم بلشو. اليوم كتير أسئلة وردت على الحلقة وكان في متابعة كبيرة، وعم كنترول عم بيقولوا لي على الاتصالات اللي عم تجي. معظم الاتصالات عم تحكي عن الوضع الحالي للإيجارات. معنا دقيقتين بالضبط بدنا نختم الحلقة، دقيقة من حضرتك ودقيقة من حضرتك استاذ شرفان، بتمنى ما تقطعوا بعض. اليوم أصحاب الأملاك عم يطلبوا إيجارات بالدولار، ماذا يجب على المستأجر أن يفعل؟ هل يحق ببلد منهار اقتصاديا، الناس القدرة الشرائية أصلا لها صارت بالأرض، معاشات بالليرة اللبنانية، أن تدفع يعني في شوفير تاكسي ده قال أنا عندي سيارة تاكسي بشتغل عليها طالب مني أجار البيت بالدولار، شو بدي أعمل؟ ما نحن في حرية تعاقدية بلبنان. شو يعني؟ كيف يفسر هذا الأمر؟ في حط بدل الأجار اللي بده إياه المؤجر، ومضطر المستأجر يا بيقبل يا لا. وهذا الموضوع اللي بدهم يمشوا فيه بقانون الأجارات بده يوصلنا لهون، إنه يكون المستأجر رهين المضاربات العقارية. كانوا يقولوا قبل إنه بتروح عند كاتب العدل بتحط له قيمة الأجار بما يعادل، إذا كان متفق إنه هو وياه عم بحط عم بيعملوا عرض فعلي وإيديا، بس كمان المحاكم بعد ما بتت هل هو على إذا الدولار متفق ولا على صرفة أو في كذا سعر صرف يعني. أستاذ شرفان شو ردك على هذا الموضوع؟ أول شيء ليش الموتور وقت اللي بياخد منكم دولار ما بتقولوا له ليه عم بتسعر بالدولار؟ هلا الموتورات كلها عم تاخد دولار فريش. أوكي. ليش المستشفيات بس تقبض دولار بتقلك عندك صورة اي ار ام بدي 300 دولار ديبوزيت وكذا اذا بدي، ليه ما بتقولوا له للمستشفيات كمان انه لا ما ندفع دولار؟ ليش المالك، ليش كل شيء مسعر على اساس الدولار؟ بس يغلى الدولار، بس يطلع الدولار، بتروحي على السوبر ماركت علبه اللبنه بيكون حقها شيء، بيصير حقها شيء. طب هل حق لصاحب المالك؟ ليش انا كمالك بس بدكم تمنعوني اني اخذ بالدولار؟ يعني انت ترى انه هذا امر قانوني كمحامي؟ اكيد قانوني. ليش الاقتصاد اللبناني اقتصاد موجه ولا اقتصاد حر؟ لا اقتصاد مختلط. لا اقتصاد حر. صدقني مختلط. طيب. هيدي فيها نظرية. ما فينا نقول ليبرالي. أنا وقت يا دكتور الحلقة. الاقتصاد حر بموجب الدستور. هل يحق للمالك؟ طب هل يحق طيب مختلط. اللي حق أنا أخذ بعمل أجنبية ولا لا؟ ما بقى معنا وقت لنتشارع ونتناقش. السؤال الأخير، هل يحق للمالك أنه كل شهر يزيد بالأجارة بالدولار 50 دولار 50 دولار 50 حسب دولار؟ العقد. حسب العقد. أي عقد؟ حسب العقد. إذا في عقد بيناتهم، إذا ما في عقد له حق يزيد. هيدي حرية تعاقدية. إذا في عقد لا بدهم يلتزموا اثنيناتهم بالعقد، المالك والمستأجر. يعني على المستأجر أن قبل أن يستأجر يعمل عقد بينه وبين المالك ليضمن 100%. دائما لازم المالكين والمستأجرين يعملوا عقد، عقود خطية ويوثقوها. نعم. يوثقوها 100%. بدي أشكركم الأستاذ شربل شرفان المستشار القانوني لنقابة المالكين، ودكتور محمد بلوزة المحامي والأستاذ الجامعي، وبدي أشكر أيضا الصحافي محمود فقيه صحفي في جريدة النهار على مداخلته ومشاركته في هذه الحلقة، وأيضا مداخلة المحامية مايا جعارة باسم اللجنة الأهلية للمستأجرين. الحلقة انتهت.